جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن صلاة المرأة دون أن تغطي رجلها، مع دليل؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي ورجلها مكشوفة، لأن رجلها من العورة التي يجب عليها سترها في الصلاة. والدليل على ذلك أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة بالدرع، يعني الجلال الضافي؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل على أن القدمين من العورة يجب عليها سترهما. ولو صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها غير صحيحة، لأنها لم تكن ساترة لعورتها. نعم.